ابن عساكر الدمشقي الأموي في تاريخه مجلد 42 عبد الرحمن يقول: دخلت على أم سلمة قالت لي: أنتم من الكوفة؟ قلت: نعم. قال: أنتم تشتمون رسول الله؟ تشتمون النبي؟ يقول: قلت: معاذ الله، ما علمنا أن أحدا يشتم النبي. قالت: أليس يلعنون عليا؟ تبين يوجد في الكوفة نواصب يلعنون من؟ يلعنون علي بن أبي طالب، يسبون الإمام، والنبي قال: من سب عليا فقد سبني. المسلم السني ما يسب الإمام علي، الشيعة يسبون الإمام علي، الشيعة أيضا لا يسبون أمير المؤمنين. إذن هذا الكلام موجه للنواصب، لهؤلاء أعداء أهل البيت عليهم السلام. إذن الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام هم شيعة بني أمية، وشيعة الإمام الحسين كانوا معه بأبي وأمي.